غارات للطيران الإسرائيلي في العمق السوري تستهدف اللواء 155 التابع للنظام شمال دمشق. العبادي يرفض استقبال قوات أجنبية برية في العراق لقتال داعش، ويعتبر أي خطوة من هذا القبيل عملاً معادياً. شن طيران التحالف في الساعات الأولى من فجر وصباح اليوم عدة غارات مستهدفاً مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في أكثر من محافظة. مقتل 16 شخصاً على الأقل في هجوم استهدف مطعماً في القاهرة، قالت سلطات الأمن إن خلفيته جنائية. وزير النفط السعودي يصف التقارير عن مقترح سعودي لخفض إنتاج النفط بأنها لا أساس لها.